بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج السوليد وورك. ان شاء الله النهارده هنبدا ناخد تمرين جديد، والتمرين بتاعنا رقم 7، يعتبر من اشكال العمليات الهندسيه اللي بنبدا ندرسها في موضوع او ماده الرسم الهندسي. الشكل اللي قدامنا احنا عايزين نبدا نرسمه ونستخدم مجموعه الاوامر المختلفه في البرنامج ونبدا نطبق الكلام ده. فالمثال اللي قدامنا هنا بيوضح لنا مجموعة من الأوامر هنبدأ نستخدمها ونبدأ نعمل مجموعة من العلاقات. أول حاجة قال لك إن الجسم بتاعك اللي قدامك عبارة عن إن الطول كله عبارة عن 100 مللي، والعرض بتاعه كله عبارة عن 50. قال لك في المنتصف هنا في دايرة القطر بتاعها عبارة عن 28، وبدأ يرحل بمسافة معينة عبارة عن ال 76 على الاثنين، حط دايرة تانية القطر بتاعها كان عبارة عن ال 12 سواء بقى فوق أو تحت، وبدأ يعمل لك هنا نص قوس أو نص دايرة عبارة عن إن الآر بتاعتها قيمتها ب 12 مم. الكلام ده بيتطبق فوق وبيتطبق في الجزء اللي تحت، يعني إحنا عندنا نقدر نستخدم الأمر بتاع الميرور. يبقى أنت عارف اللي أنت تقدر تعمل ان الخط بتاع السنتر رايت نص ده يكون المرايه بتاعتك، تقدر ترسم الجزء اللي فوق فقط وبعدين تعمل الجزء اللي تحت كاميرا. يبقى انت تقدر تستخدم مجموعه من الاوامر المختلفه. بعد ما رسمت بقى الدايره اللي فوق والدايره اللي تحت، تقدر تعمل بقى ايه؟ قال لك ان انت عندك هنا في قطر اللي هو عباره عن ال 50، حيث ان الرسمه دي كانت عباره عن دايره، الخط هنا كان في دايره هنا، وبدا يعمل لاين يمين وشمال مماس ما بين الدايره بتاعت ال 50 وما بين الدايره بتاعت الار 12. ده بالنسبه للشكل اللي قدامنا. احنا كل اللي هنعمله بقى بعد كده هنبدا نقول له ان نحوله بقى كشكل مجسم، يكون ان السيكنس بتاعته عباره عن 10 ملم. تعالى بقى نطبق الكلام ده ازاي على البرنامج السوليد ونبدا نمشي في مجموعه الخطوات. دي الواجهه الرئيسيه زي ما احنا اتعودنا خلاص على البرنامج، بنختار نيو ونبدا نختار البارت ونبدا نفتح البرنامج. اول حاجه بنبدا نختار المستوى بالنسبه لك المناسب اللي هتبدا ترسم عليه. ففي الشكل اللي قدامنا كافي جدا ان انت تختار المستوى بتاع الفرونت وبعدين نعمل سكتش. اول حاجه هنعتبر ان النقطه الاصل بتاعتنا هيبقى في سنتر لاين، يبقى احنا هنا عشان نبدا نعمل سنتر لاين، السنتر لاين ده نقدر نجيبه عن طريق الامر بتاع اللاين، بس لو عملنا السهم ده وضغطنا على السهم هيطلع لك هنا مجموعه من اللاين. عندك لاين وسنتر لاين، تعال نضغط على السنتر لاين وكأنك بالظبط بترسم الشكل بتاعك في لوحه الرسم. احنا طبعا ممكن نستغنى عن السنتر لاين، بس عايزين نمشي مجموعه الخطوات عشان تبقى انت رابط الكلام ده بالرسم اللي تبدا ترسمه في اللوحه. عملنا السنتر لاين الاولاني والسنتر لاين الثاني، وبعدين هنبدا نرسم مين؟ هنبدا نرسم السيركل، او عايزين نرسم الدايره بتاعتنا. الدايره بتاعتنا لو احنا عملنا الدايره بتاعتنا اقدر اقول لها ان نص القطر بتاعي اقدر احطه من القيمه اللي هنا، كانت قيمه القطر بتاعتك كانت عباره عن 28، تقدر تحط هنا نص القطر على طول اللي هو عباره عن 14 ونعمل علامه صح. او كان ممكن تقدر تقول له سمارت دايمنشن وتروح تعدد على الدايره وتقول له ان الدايره دي القطر بتاعها بكذا. يبقى انت عندك طريقتين تقدر ترسم بهم او تحط الابعاد بتاعت الدايره. تعالى بقى نعمل بقى الجزء اللي بعد كده. قال لك انت عندك هنا في دايره فوق وفي دايره تحت، تقدر تعمل انت ايه؟ لما تحط هنا دايره وبعدين تديله الابعاد، او لو انت عاوز تمشي بقى بالطريقه التقليديه تبدا تعمل سنتر لاين وتقيس المسافه دي لغايه المسافه دي بالقيمه المعينه. هبدا اقول له انا عاوز ابدا ارسم دايره، والدايره هنعتبر اللي هي المسافه لغايه هنا، وتعال نعمل بقى الدايره دي نعرف لها ان القطر بتاعها كان عباره عن 12 تقريبا،
والمسافة من السنتر ده لحد نقطة المركز بتاعت الدايرة كانت عبارة عن كام؟ عبارة عن 78 على الاتنين. وتعالى نبص كده، 76 عبارة عن 76 على الاتنين. وبعد كده في عندك هنا دايرة فوق، الار بتاعتها كانت عبارة عن 12، تعالى نعمل بقى دايرة كمان. كانت الار بتاعتها ب 12، القطر بتاعها ب 24. وبعد كده عندنا هنا في دايرة اللي هي عبارة عن ال50، واعمل علامة صح. اقدر اقول له ان القطر بتاع الدايرة ده عبارة عن ال50، واقدر اقول له كمان ان عندي القطر ده كان عبارة عن كام؟ عبارة عن ال28. القطر اللي فوق زي ما احنا خلاص عرفنا اللي هو كان عبارة عن 24. وبعد كده نقدر نعمل بقى ايه؟ مجموعة الخطوط اللي عاوزين نبدأ نعملها. أول حاجة هبدأ أعمل سنتر لاين، هبدأ أعمل لاين وأقول له هاخد خط من الخط ده لحد الخط ده، وأعمل علامة صح. ونفس الكلام بالنسبة للجزء الثاني، أقدر أستخدم بقى الميرور على طول، مش لازم أقعد أكرر الأبعاد، بس لازم احدد على الخط واعمل كنترول واحدد على الدايره دي، واقول له ان الخط ده مع الدايره دي عباره عن تانجنت، واعمل علامه صح، واقول له ان الخط ده مع الدايره دي واعمل كنترول عباره عن تانجنت، اعمل علامه صح، وابدا اشيل الزيادات. او اقدر اعمل ميرور الاول، اقدر اعمل ميرور، اقول له انا عايز اعمل ميرور بالنسبه للخط ده حوالين المحور ده، هيبدأ يعمل لك على طول الخط الناحية التانية، ونبدأ نعمل علامة صح. تعالى بقى بالأمر بتاع ترم نشيل الزيادات، هنشيل بقى الخط ده ونشيل الخط ده، وبعدين نشيل الخط ده والخط ده، ونقدر كمان نشيل الخط ده والخط ده. بالنسبة لنا كده بقى كافي جدا الشكل بتاعنا. طبعا الرسمة كلها عبارة عن أندر ديفاين، يعني محتاج بس يبدأ عارف مجموعة من الأبعاد أو مجموعة من العلاقات. زي ما احنا رسمنا الجزء اللي فوق، نقدر نرسم بقى على طول باستخدام الأمر بتاع الميرور. تعال نرجع كده نعمل أمر ميرور، ونقول له أنت عاوز تختار الميرور. هنا بيبدأ يقول لك عاوز تختار الخطوط مين اللي عاوز تنقلها، هتقول له الخط ده والخط ده والخط ده والخط ده والخط ده والدايرة، ونقول حوالين السنتر لاين. هيبدأ يرسم لك على طول الشكل بتاعك أو تكملة الجزء التاني. بعد ما رسمت الكلام ده بقى الشكل عندك كله بقى كامل بالنسبة لنا. نقدر في الحالة دي نقول له بقى إيه؟ نقدر نقول له علامة صح، طبعا أندر ديفاين، بس مفيش أي مشكلة لو إحنا ناقص عندنا حاجة، مثلا هو محتاج مثلا يعرف مسافة معينة بتاع مش محتاجينها في الوقت الحالي، إحنا خلاص بقى كافي جدا بالنسبة لنا شكل الموديل بتاعنا. تعال بقى نعمل ايه؟ تعال نعمل بقى الامر بتاع اكسترود، ونقول له ان السكتش ده هيخرج بمسافه او الثيكنس بتاعته عباره عن 10 ملم. ادي الشكل بتاعنا. قدرت ترسم الشكل بتاعك بمجموعه من الاوامر ومجموعه من الخطوات اللي قدرنا نتعلمها في التمرين بتاع النهارده. احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهاردة، وان شاء الله نلتقي في تمارين اخرى.